Hallo, meine liebe Studentin. Lektion tana ismu i Beruf und Arbeit. Al-Wazifa wal-Amal. هنتكلم عن بعض الوظائف وهنقول المذكر والمؤنث ليها. الوظائف او المهن اسمها ايه؟ دي بيروفه. دي بيروفه. اول حاجه عندي المدرس او المدرسه ليغا ليغارين ليغا ليغارين. المهندس والمهندسه انجينويا انجينويرين. مصور ومصوره فوتوغراف فوتوغرافين. ضابط او ضابطه بوليتسيست بوليتسيستن. طالب او طالبه ستودنت ستودنتن. طبيب او طبيبه ارتست ارتستن. ممثل ممثله شاوشبيلر شاوشبيلرين. مغني مغنيه زينجر زينجرين. سكرتير سكرتيره سكرتير سكرتيرين. طباخ طباخه كوخ كوشن. مضيف مضيفة فلوج بيجلايتر فلوج بيجلايترين. مهندس معماري أو مهندسة معمارية أركيتكت أركيتكتن. مبرمج أو مبرمجة بروغراميرا بروغراميرارين. رجل أعمال أو سيدة أعمال كاوفمان كاوفراو. صانع يعني اللي هو بتاع الجزم شو مخا. صانع الأحذية أو اللي بيصلح الجزم شو مخا. جزار فلايشا. حداد شميد. كهربائي إلكتريكا. بياع أو بياعة فيركويفا فيركويفرين فيركويفا فيركويفرين. صحفي أو صحفية جورناليست جورناليستن. رب منزل او ربة منزل هاوس مان هاوس فراو. موظف في فندق هوتيل فاخمان. موظفة هوتيل فاخ فراو. بيكا خباز. ماورا بناء. فريزويرين كوافيرة او مصففة شعر. اوتو ميكانيكا ميكانيكي. هنخلي بالنا ان الوظائف اللي تحت مش متقسمه مذكر ومؤنث. دي وظائف حكر على الجنس بتاعها. يعني شو مخا هو مفيش منه ست. الجزار مفيش منه ست. فلايشا شو مخا. الحداد هو شميد. الكهربائي الكتريكا مفيش منه ست. هنلاحظ ان كل الوظائف المؤنث منها بينتهي باي ان. كل المؤنث بينتهي باي ان ما عدا الوظائف السطرين اللي تحت. بيكا برضو مذكر. ماورا بناء برضو مذكر. اوتو ميكانيكا ميكانيكي برضو مذكر. لكن ما عنديش غير هي فريزويرين المصففة الشعر هي دي اللي ايه نزل منها المؤنث. نقرا مع بعض الجمل دي. باين فلايشا كاوفين فيا فلايش. من عند الجزار احنا بنشتري ايه؟ اللحمه. دي فريزويرين ويشت بفليكت اند شنايدت انزري هاره. المصففه الشعر او الكوافيره بتغسل وبتعتني ايه وتقص شعرنا. ديا بيكا بيكت داس بروت. الخباز بيخبز الخبز. ديا اوتو ميكانيكا ريباريرت اوتوس. الميكانيكي بيصلح السيارات. ديا شيفا فوترت دي شافة اند بفليكت دي تيغة. الراعي الغنم بيرعى او بيطعم الاغنام وبيعتني بالحيوانات. ديا جيم ديزاينر ماخت زيلبست كمبيوتر شبيل. مصمم الالعاب. ديا جيم ديزاينر اللي هو مصمم الالعاب اللي طبعا اكيد على الكمبيوتر. هو ايه اللي بيعمل بنفسه الالعاب الكمبيوتر. Der Puppenspieler arbeitet im Theater und führt die Puppen. اللي بيحرك العرايس المريونيت المحرك العرايس اسمه ايه؟ Puppenspieler. بيشتغل في المسرح وبيدخل العرايس ويحركها. Der Elektriker bringt Strom ins Haus. الكهربائي بيعمل ايه؟ بيوصل الكهرباء للبيت.
هنشوف حرف الجر als يعني ك أو مثل بيجي مع الوظائف. طيب أنا دلوقتي عرفت مجموعة وظائف، أنا عايز أسأل السؤال بتاع الوظيفة وأعرف أجاوب إزاي. هستخدم حرف الجر als، هيبقى أساسي معايا. نشوف مثلا هنا أول سؤال عندي زي إيه، was sind Sie von Beruf؟ was sind Sie von Beruf؟ يعني أنت بتشتغل إيه أو وظيفتك إيه؟ هجاوب أقول إيه، ich arbeite als Deutschlehrer. ناخد بالنا ان فيرب arbeiten وجي معاه حرف الجر als، نحفظهم كده زي اسمنا فيرب arbeiten ومعاه حرف الجر als. طيب السؤال اللي بعده، als was arbeiten Sie؟ انت بتشتغل كايه او انت ايه وظيفتك ايه؟ برضو كلهم بنفس المعنى. هجاوب اقول ايه، ich arbeite als programmierer، انا بشتغل ايه كمبرمج. was machen Sie beruflich؟ يعني ايه انت بتعمل ايه مهنيا، بس برضو معناها ايه وظيفتك ايه. ich arbeite als Sekretärin، انا بشتغل ايه سكرتيرة. يبقى عندي هنا الاسئلة بتاعت التلات اسئلة بسأل بيهم عن الوظيفة، احفظهم كويس جدا. الاجابات بتاعتي كلها تتضمن ايه verb arbeiten ومعاه حرف الجر als، ich arbeite als، واقول ايه الوظيفة بعدها. يبقى was sind Sie von Beruf، als was arbeiten Sie، was machen Sie ايه beruflich. طيب ناخد بالنا هنا بقى ايه من اللي مكتوب بالبني، اللي متعلم عليهم باللون البني. مكتوب عندي كلمة ايه، eine Ausbildung plus als plus verb machen و ein Praktikum plus als plus machen. ايه بقى الكلام ده؟ بيقول لي ان كلمة eine Ausbildung بتيجي معاها برضو حرف الجر als، بس لازم يسبقها verb اسمه ايه machen. زي كده مثلا ايه البايشبيل اللي فوقيها، als was macht er eine Ausbildung، يعني برضو هي وظيفتك ايه. als was macht er als eine Ausbildung، هجاوب er macht eine Ausbildung als Hotelfachmann، هو بيشتغل ايه كموظف في الفندق. يبقى انا عندي eine Ausbildung سبقها verb machen وجي بعدها حرف الجر als. السؤال اللي بعده، als was macht er ein Praktikum، يبقى هو برضو بيشتغل كايه، هقول له er macht ein Praktikum als Lehrer، يبقى ايه verb machen جي معاه ein Praktikum als. تمام، دي تركيبة كده على بعضها لازم تتحفظ، eine Ausbildung als مع verb machen، ein Praktikum als مع verb machen. طيب نشوف برضو اللي بالخط البني تاني اللي تحتهم، einen Job plus als plus haben، eine Stelle plus als plus haben. يبقى einen Job يجي برضو معها als، بس يجي معها verb ايه verb machen، ما يجيش معها يجي معها verb haben، ما يجيش معها verb machen. eine Stelle plus als plus haben، برضو eine Stelle يجي معها verb ايه haben. يبقى انا عندي اتنين يجي معهم machen، اتنين يجي معهم haben، einen Job و eine Stelle يجي معهم haben. زي البايشبيل اللي فوقيها، ich habe einen Job als Bankkaufmann، يبقى انا جي عندي verb haben وبعدين einen Job وبعدين حرف الجر als. البايشبيل اللي بعده، ich habe eine Stelle als Artist، verb haben eine Stelle وبعدها حرف الجر ايه als، وبعدين بكتب الوظيفة هنا Artist اللي هو ايه الطبيب. تمام، يبقى هنا اخلي بالي من ايه، حرف الجر als بيجي مع arbeiten verb arbeiten، وبيجي مع ايه كلمة eine Ausbildung ein Praktikum einen Job eine Stelle، بس الافعال هي اللي بتختلف. eine Ausbildung ein Praktikum يجي معهم فعل machen، einen Job eine Stelle يجي معهم فعل ايه haben. Tschüss.